ويفوز مصطفى عسل بالبطولة، يعني اقتنص هذه بطريقة النقطة مثيرة تناسب مصطفى عسل. مبروك مصطفى، هو نفسه يعني خد الريسك العالي، خسر نقطتين وبعدين سيرف عالي كان زلو عالي بمنتهى الروح الرياضية بيهنيه وبيسلم عليه وبيطلع ليصبح مصطفى عسل أول لاعب يفوز بأول بطولة من الفئة الماسية في تاريخ الاسكواش. واسجد له شكرا كعادته مصطفى بعد الفوز بأي بطولة. وعلى فكرة مصطفى في الرانك الجديد اللي هيطلع يوم الاثنين اللي جاي هيتقدم المركز الثاني كده كده، يعني سواء كان فاز بالمباراة أو لا كان هيتقدم ويصبح، لأن هو الأول علي. بالظبط، هو علي ما زال هيظل الأول، يعني لو كان طلع ممكن دييجو، لو كان بقى مع عسل في الفاينل وكان دييجو كسب كان ممكن هنا يبقى فيه كلام، إنما هو لأن علي اللي طلع فهو كده كده هو ليدنج بالنقط عليه. مصطفى يحتفل احتفال مهاراته في مداعبة الجمهور. تهانينا لمصطفى عسل نجم منتخب مصر. ده حدف لهم المضرب بس يا ريت ما يعورش حد. مصطفى بيعمل بروتوكولات جديدة، يعني الناس بتحدف الكورة، بتحدف البندانة، بتحدف، انما المضرب دي جديدة خالص يا مصطفى. طبعا يسلم على الحضور عاصم عمر مرشدي أمنة، وطبعا دي والدته احد اسرار نجاحه، فخوره طبعا بيه، واي ام تبقى فخوره بلاعب زي مصطفى، متاثره جدا طبعا بفوزه. طبعا انا بدور على باباه، ده عمه ابراهيم طبعا اللي تولى تعليمه من البدايه. مروان اخوه هروح لويلستروك طبعا. بيدور على بابا. تم تجهيز الملعب دلوقتي لمراسم توزيع الجوائز. ٢٨ دقيقة مباراة مصطفى عسل وعلي فرج لتنتهي بفوز مصطفى عسل 3-1 في الأشواط. دي بعض اللقطات من المباراة لحد لما الملعب يجهز لمراسم توزيع الجوائز. تهانينا طبعا لنور الشربيني، اخر نقطة مصطفى عزل المباراة اللي فاز بيها مصطفى بالمباراة. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هيتقدم مصطفى عسل في التصنيف القادم يوم الاثنين اللي جاي، اللي هيصدر يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ليصبح تصنيفه رقم 2 على العالم. بطولة شهدت من المفاجآت الكثير يا كابتن احمد، والحاجة اللطيفة فيها كمان الحضور الجماهيري كان مميز جدا. مصطفى الابطال بيسلموا على مصطفى، بيسلم على نور الشربيني في طريقه للخروج لتجهيز نفسه للحفله، حفل استلام الجوائز. بيسلم على الحكم بعد المباراة. طبعا بعد المباراة لما بتخلص أي شد كان حصل في المباراة ده بيبقى انفعال المباراة.
بعد التغييرات بقى في التصنيف ان شاء الله اللي هيصدر يوم الاثنين اللي جاي. زي ما قلت لحضراتكم مصطفى عسل هيحتل المركز الثاني مكان بول كول، وهينزل بول كول ليصبح رقم ثلاثة. الباقي اللاعبين العشرة الأوائل على العالم هيظل تصنيفهم كما هو. هيتحرك علي أبو العينين هيبقى في المركز الـ14، فارس دسوقي هيتحرك يبقى 17، هيتحرك مركز واحد لفوق. دي أهم التغييرات اللي هتحصل في التصنيف اللي هيصدر في تصنيف الرجال اللي هيصدر يوم الاثنين القادم إن شاء الله. بالنسبة لتصنيف السيدات لحد لما جهزوا الملعب هيحصل تغييرات كتير في تصنيفات السيدات. أوليفيا ويفر الأمريكية هتصعد تصبح رقم 4، نور الشربيني هتظل رقم 1، نوران جوهر رقم 2، هانيا الحمامي رقم 3، وأوليفيا ويفر هتحتل المركز الرابع، وتنزل نيلا جيلس لتحتل المركز الخامس. أماندا صبحي هتطلع تبقى رقم 9 مكان سيفا سنجاري اللي هتنزل رقم 10. ندى عباس ما شاء الله بعد وصولها دور الثمانية. هنبدأ أعزائي المشاهدين لمراسم توزيع الجوائز. General Ismail El Far, who is the deputy of the Sports and Youth Minister. نائب الوزير، نائب وزير الشباب والرياضة. Who is the Chief Executive Officer of OWEST. We've got OWEST. Mr. Romini Hafiz, the Chief Communications Officer of CIB. Mr. Alex Goff, Chief Executive Officer of the Professional Squash Association. Mr. Hassan Khalifa, Egyptian Squash Federation President. And finally, our tournament founder and CEO of Ivan's, Mr. Ahmed Manzi. وعمرو منسي التورنمنت دايركتور او منظم البطوله. The sponsors, there's no such big event as this diamond event here on the PSA World Tour, a fifth ever Egyptian Open here in 2024. So thank you very much to all of our sponsors. We are powered by CIB, hosted by OWEST Sports Club, presented by iEvents, and to be sponsored by Lamar, our official communication partner is Influence. We are held under the auspices of the Ministry of Youth and Sports. And this event is in association with the PSA Squash Tour, and the official ball sponsor is Dunlop. So let's have a huge cheer for all of our sponsors. المحترفين وتشجيع لجميع الرعاة. Now we'll move on to our speeches. I'm going to invite forward Mr. Amra Manzi. He's going to say just a few words here. I'll hand you over the mic. Amra Manzi. Thank you very much for putting on such a great tournament. Thank you, Mike. And thank you to all the audience who came here to support our champions. Thanks to our champions for showing us how squash played at its best. First, let me thank CIB for allowing us to host the biggest or the first diamond event ever on the PSA World Tour here in Egypt. Thank you very much. And thanks to our partner Roscom Development and OWEST, Tamer Duidar, for making sure to host this tournament and its first time in Egypt. استضافة البطولة، وشكرا لاتحاد مصر سكواش ووزارة الشباب والرياضة ومنظمة اللاعبين المحترفين، واتمنى تكونوا استمتعتوا باليوم. And next I'd like to invite forward Mr. Tamer Duidar, the Chief Executive Officer of El Guna Orascom. No problem. Thank you so much, Mike. I'm so happy to see that crowd, amazing crowd. They gave us a lot of positive energy. Amazing. I'm happy to host here in OWEST the first diamond tournament ever. سعيد بوجودي هنا والاستضافة لأول بطولة من الفئة المنسية. We started Elguna Squash Open. إحنا بدأنا الجونة مع عمرو منسي في الملعب الصغير في الباركينج. أنا سعيد جدا إن السكواش بيكسب كتير من الجماهير، وسعيد جدا بوجوده في الأولمبياد، ومبسوط إن الاثنين اللي كسبوا من مصر البطولة. ونتمنى أن نراكم في البطولات القادمة. Next, let's hear from Mr. Romini Hafiz. He's the Chief Communications Officer of CIB.
كلمة الراعي الرسمي يشكر الجماهير. فعلا هو حاجة مميزة جدا. بشكر الأبطال اللي بيعملوا كتير لأنهم دي رحلة طويلة من PSA أو WSO. هلولا دولنا قصة نقدر نحكيها في 18 سنة اللي فاتوا ونتمنى ان احنا ناخد السكواش لليفل اعلى. Made it for us and made it for Egypt and will made it in the Olympics. We are all beside نتمنى لهم ان هم يحققوا نفس النتيجة في الأولمبياد. We want more efforts. واحنا دايما بنتطلع للمزيد. Thanks for Amr Mansi for نشكر عمرو منسي this amazing organization and to our long lasting partner PSA Mr. Asam Khalifa. استاذ عاصم خليفة والPSA. In 2006 we started the first support for the squash and now أول we have a great story بيننا to tell. في السكواش. Thank you for the audience and the champions and thank you all. I'm waiting for you for more to come. الجماهير والأبطال ومستنيين الكتير في المرحلة القادمة. I'd like to invite Mr. Alex Goff, Chief Executive Officer of the Professional Squash Association, to say a few words. Alex Goff, المدير التنفيذي لل WSO. On behalf of the players and the PSA Squash Tour, we've been working with this man for a long, long time now, Mr. Amir Mansi. ونشكر عمرو منسي والفريق بتاعه يعني تشجيع كبير على المجهودات المبذولة وممثل وزارة الشباب والرياضة وشكرا لكل الدعم اللي من قام الاتحاد المصري للسكواش وشكرا طبعا للرعاة استضافتنا في هذا المكان الرائع وشكرا للسكواش تي في وفريق منظمة لاعبين المحترفين بيعملوا مجهود رائع شكرا لكل الجمهور اللي جه النهاردة أتمنى تكونوا استمتعتم بكل حاجة الأسبوع ده هون وأتمنى نشوفكم السنة الجاية إن شاء الله. Just one final group of thank yous as well on behalf of everyone here. We couldn't do it without your match referees. So a huge thanks to Roy Gingell and Roman Spetch who took charge of the women's and men's finals tonight. Alex Hewitson and Ashraf Hussein ably supporting them and a whole host of other match referees that helped out throughout the week. So thank you very much on behalf of everyone here for their work. And now we welcome back onto the glass court your women's runner-up this year of the Egyptian Squash Open 2024. Let's hear it from Murat Gohar. الرانر اب او الحاصل على المركز الثاني في بطولة مصر الدولية للسيدات نوران جوهر ما قدرتش تكمل ال 29 ماتش مباريات تفوز بالمباريات ولكنها وقفت الحاصل على المركز الثاني جائزة المركز الثاني من عمرو منسي نوران جوهر طبعا شايفين جايزة على شكل هرم. Thank you very much, Noor. So Nooran picking up the runners-up trophy, and we'll have plenty of time for photographs, just so everyone knows that we'll get our champions and our runners-up طبعا صورة تذكارية. At the end of the evening, so keep those phones out for that. But now, please welcome back your champion, your Egyptian Open champion 2024. Let's hear it one more time. بطولة مصر الدولية. نور الشربيني. تشجيع كبير طبعا من الجماهير لنور. So Noor El Shabini, the seven-time world champion, سبع مرات بطلة العالم. Winning the first ever diamond event on the PSA World Tour. And she will step forward to claim her trophy. Very impressive it is too from Mr. Romani Hafez. هتستلم جائزتها من أستاذ روماني حافظ أحد الرعاة. Time for a few quick snaps there. And then, as I say, we'll get some official ones later. We are going to try and have a quick chat with the champ as well. عبارة عن هرم أرضيته عبارة عن ملعب سكواش. Let's bring you forward here to the tee and just have a quick chat. Impressive trophy, very nice indeed. Another one for the mantelpiece. And what a battle it was between you and Nooran this evening. كانت معركة ما بينك وبين نوران. Just your final thoughts on that epic match that we saw tonight. إيه آخر تفكيرك عن المباراة؟ أنا دائما فخورة وشرف إن أنا ألعب مع نوران. Pushing me the last season. بتدفعني. Very hard, and I think I played today because.
played the way I played because she was really playing really good last season. انا لعبت بالطريقه دي النهارده لان هي السيزون اللي فات لعبت بطريقه جيده جدا وهي خدت احسن لعبه. Yeah, it's always a battle and I'm really glad to went to my side today, but it's the first tournament on the season and I'm sure she's gonna دي أول بطولة في السيزون. We have a tournament next week and we have another battle and وعندنا معركة تانية وهنشوف هتمشي ازاي. هو شرف لي ان انا كنت معاها في خلال فترات السنوات دي. Well, there are a lot, as you said, so, but definitely I have to start with my family and, of course, my parents, my dad over here, my mom watching, and my brother, of course. Of course, my new addition, my husband, is here as well. So, it's always, they're always my number one support. And of course, my team. I have my two main coaches here who have been working for me for the past 10 years. So, Ahmed Shuhayb and Alaa Turk. Thank you so much for this week. And of course, Greg, watching back home, he's always with us online and he's playing with me every shot, as everyone knows. So, thank you so much for all the support and hope we keep going with all my squash coaches. Of course, my fitness coach, Waleed Al-Musallami, my physio, Khalid Al-Shinawi, and I have my nutritionist as well here for the first time. So, Khalid Al-Musallami. Thank you all for coming. I want to thank all the sponsors over here for making this tournament happen, and it's amazing to whenever we have any changes or any something new, Egypt is always the first to come up. So yeah, it's an honor to play the first diamond event in Egypt. So thank you to Omar Mansi, to OSCIB, and all the sponsors for putting this event. It's amazing to always have this court in different venues. And of course, my sponsors, Aura and Bank Dukur and Alexandria Sporting Club, Technifiber. All of them, they've been with me all the way. So thank you so much. And of course, all the audience for coming and watching us and supporting all the whole week. It's always a pleasure playing in front of them. And, you're the reason we're playing this sport, and I hope you enjoyed the matches and hope to see you again. نتمنى ان احنا نشوفك تاني قريب. I think that tells you everything you need to know. Listen, congratulations, well done. You are the winner of the first ever diamond event. Let's hear it one more time for your 2024 Egyptian Open champion, Noor El Shabini. تحية كبيرة لنور الشربيني. Thank you very much. And we'll ask you to keep that applause going as we welcome back your men's runner-up. Please welcome back from Egypt, Ali Farag. ونرحب بعلي فرج بطل بطولة مصر الدولية للسكواش 2024. حصل مركز ثاني. Getting to the final yet again. There's not many finals he hasn't made it to. We'll ask him to step forward and collect his trophy here from Tamer Dawidor. And بيسلمها له استاذ تامر دويدار والصوره التذكاريه علي فرج الوصيف بطل بطوله مصر الدوليه للسكواش. Thank you very much. We'll get some more photos of you guys later. We'll just get you on the sidewall here. So please welcome back, ladies and gentlemen. What an impressive final it was. The man that was raging there all the way to the end. He is your Egyptian Open champion 2024. The مصر الدولية للسكواش 2024 مصطفى عسل. And again, Mr. Romany Hafez will step forward and present the trophy to the Raging Bull. Winning the first diamond event. مصطفى عسل بطل أول بطولة من الفئة الماسية في تاريخ منظمة لاعبين المحترفين للسكواش. يتسلم جائزة البطولة. And again, we'll do a few more photos. Mustafa, let's get you onto the tee. Let's have a quick chat. And we saw the emotion at the end of that match. Congratulations, you're the winner of the first ever diamond event on the PSA World Tour. How good does it feel? And you beat probably, if not the best player of our time at the moment.
Yeah, as you said, like Ali is the best player of the world. Ali أحسن لاعب في العالم. Such a legend, you know, and playing with him is such an honor for me. وفخر لي وشرف إن أنا ألعب معه. As an athlete, I'm like I have looked up actually like how intense he's playing and how fair he's playing as well. He's بيلعب إزاي منتهى العدل والروح الرياضية. Such strong things I'm doing, but I'm trying to learn from him as well. أتعلم منه. Lots of things, you know, for sure, and one of them how to be very fair on the side of the court and like huge respect to Ali is still number one, winning all of this amazing trophies and one of the legends of our sport. واحد من أساطير الإسكواش. Well, thank you for the entertainment. I'm sure there's a long list of people you need to thank as well. So let's rip through that list and tell us who's got you to where you are here today. Definitely, I want to thank you know my family as well, my أسرتي. My mom and dad and والدي والدتي my fiance as well. وخطيبتي. I want to thank for sure my team behind me. وعايز أشكر الفريق الكبير وجيمس ويلستروب أسطورة. Like his support actually behind me like is وهو بيدعمني بصورة قوية جدا. And also like for sure my uncle is my mentor as well and المنتور بتاعي كابتن إبراهيم عسل عبد الفتاح فهيم كابتن عبد الفتاح فهيم دكتور حسن as well دكتور حسن my physio دكتور محمد وفائي ودكتور محمد وفائي الفيزيو الخاص بيا. Thanks them a lot and عايز اشكر الفريق وعايز اشكر الرعاة تكني فايبر اند شاتوش اند تيوتن السي اي بي فور شور اند yeah thanks for this event hosted by OWEST وشكرا للرعاة ومستضيفي البطولة في هذا المكان الرائع بطولة أخرى كبيرة في مصر بلدي وشكرا لكل شكرا جماعة النهاردة لكل المتفرجين والدعم الكبير الحمد لله اهم حاجه بطوله مصريه ودي اهم حاجه وشكرا يا جماعه شرفتونا النهارده واتمنى نكون يعني شرفناكم. Well, listen, this is the moment you've been waiting for. First ever diamond winner of the CIB Egyptian Open 2024. Let's hear it one more time for Mustafa Asal. تشجيع كبير لمصطفى عسل بطل بطوله مصر الدوليه للسكواش 2024. Well, Mustafa Asal lifting مصطفى عسل ونور الشربيني أول أبطال لأول بطولة ماسية تقام في تاريخ منظمة اللاعبين المحترفين للسكواش. نهاية سعيدة لبطولة تاريخية يا كابتن تامر. فاينل مصري خالص، مباريات رائعة، فينيو رائع، بداية جميلة جدا لسيزون جديد. نتمنى أنه يكون سيزون مثير. جينا بقى للأرقام الشيكات. I mean, they're ever evolving. The tournaments are getting bigger in terms of spectacle as well. You know, we're coming down to these. زي ما قلت لحضراتكم البطولة دي مجموعة جوائزها 325 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. برضو دي حاجة لازم الناس تعرفها. دي من أكبر. مش بتاخد يعني البطولة ب 300 ألف اللي بيكسب بالظبط 300. لا لا لا. بياخد توزيع كده. فيها توزيع الأول بياخد نسبة من الجوائز. أعزائي المشاهدين كنا معكم لنقل أحداث المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للسكواش. شكرا يا كابتن تامر. شكرا كابتن أحمد. كنا معكم تامر عصام وأحمد أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.